السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم تجربة لعبة جديدة اسمها هيل أركيتكت أو أركيتفت زي كذا. بس قبل لا نبدأ يا شباب، لا تسون اللايك والاشتراك من اللايك، وخلونا نبدأ معنا من الاسم. الاسم هي عجيب. طيب فايز، وش اللعبة هذه؟ اللعبة هذه بصراحة راح تكون سلسلة، بس الأول والأخير راح شيء هذا راجع لكم، لأن إذا عجبتكم اللعبة وأنا متأكد راح تعجبكم راح نخليها سلسلة. لأن اللعبة فكرتها نفس لعبة أكسجين إنكلودد، اللي يذكر لعبة أكسجين إنكلودد اللي لعبناها زمان في القناة مشهورة. فنفس الفكرة، أنا لعبت التوتوريال، جربت اللعبة شوي، عرفت نظامها، فقلت لازم 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 نلعب ساند بوكس ونروح. عندنا هنا صعوبات، خلينا نروح سهل يا عشان ما نجيب العيد. فنفس النظام فكرتها، لكن الشخصيات اللي عندك في الجحيم وفي اشياء مقرفه راح تصير، فاللي ما يحب الاشياء هذه ضيعينا. طيب اول ما نبدا، وقف اللعبه. عندنا اربع شخصيات، عندنا ولد بنت ولد بنت، ما عليه لبس لانهم في الجحيم. اوكي، وعندنا العالم هذا. اذا حطيت سهل يصير تقسم عالم كذا. تصدق اللي انت حطيته صعب؟ يا مو مشكلة، يلا مو مشكلة، عندنا موارد كثيرة، خلص ليش لا. طيب عندنا هنا فوق الموارد، الميتل والديرت والاشياء الثانية، الكولد والاشياء الثانية، والفود هنا والدرينك حقاتهم اللي يستخدمونه. اهم شيء نحتاج اثنين هذول حقات التعذيب، لانهم هم في الجحيم فلازم نعذبهم عشان ما في بحوث اتوقع، فهذه تعتبر بحوث، نقاط بحوث. عندنا صفر الحين، اللي اسمها سلفرينج زي كذا، فهذه توقع نظام البحوث. طيب نبدل اللعبة. عندنا هنا التايم، يس سينار اسم الشخصيات، اسمه سينار. طيب تايم تو نكست سينار، يعني بيجينا شخص جديد بعد 9 دقائق. الحين عندنا 4 أشخاص. هذه بدي أقول كذا، تعالوا هنا عندنا 4 أشخاص نلعب فيهم. طيب بالبداية نفس أي لعبة أو نفس نظام شو اسمها اللعبة أكسجين رودت، تحتاج موارد. فعشان نصل الموارد، أما تحفر كذا يبدون يحفرون وتطلع الموارد، أو هذا أنا أبغى يحفرون هذه المنطقة كلها بصراحة لأنها ميم متساوية. تصدق لا كنسل هذه، كنسل إيه، أبغاك تحفر فوق، احفر فوق يا أبغى الحديد، أو شيل كول احفر الحديد. أوكي احفر المنطقة هذه، اوكي راح يجون يحفرون، حلو. طيب نفس اي لعبة سرفايفل، تحتاج الى موارد، تحتاج الى اشياء يعيشون فيها. مثلا نحتاج الفود، عندنا اشياء كثيرة يمدينا نسوي فيهم فود. ليش فارم؟ اوكي تحتاج 50 من الشيء هذا اللي ما ادري شو، ديرت صح؟ يا اتوقع ديرت، جولد وميتل 3، حلو. فنحتاج الموارد هذه عشان نسوي الفود، ونسوي لهم برضو سرير، ونسوي لهم اشياء عشان ينامون فيها. طيب الوقت انا بصراحة ما ادري وينه، ما اتوقع فيه وقت، يعني ما حتى بالتوتوريال ما قالوا فيه وقت. يا طيب هنا عشان نصل المنطقة هذه يمدينا نحفر من تحت، او يمدينا نحط فونديشن. اتوقع يمدينا نحط هنا فونديشن بيلد. اوكي نحتاج فونديشن لم تحتاج، تحتاج سهلة، خلنا نحط فونديشن هنا ليش لا، ونقول لهم يحفرون هذه، يحفروا هذه. فايز المفروض حفرت اللي فوق عشان يجمعون اللي فوق، يعني كيف يجمعون هذا يا ذكي؟ سهلة يمديهم يحفرون هذول صح؟ يا اتوقع يمديهم، حلو. طيب ونجي هنا نختار سلم، ناخذ سلم. هل احطه هنا؟ يمكن الفونديشن خايس، مكانه بشكل عام كله خايس. تحت هنا حلو، بس مو مشكلة، مؤقتا. خلينا نحط سلم هنا، حلو. لأن أبغى يجمعون المعادن اللي هنا، أبغى كل المعادن هذه يجمعونها. الحديد والفحم جمعوا هذول كلهن. هذا ما أدري إيش المعدن، بس ما يمدينا نجمعه أتوقع. ياه. أجمع المعادن اللي هنا. حلو. أكسر هذه اللي فوق راسك بعد يا غبي. اوكي حلو، سرع اللعبة 2 3، سرع اللعبة. عندنا هنا زحمة معادن، كم عندنا الحين؟ اوكي عندنا معادن كافية. طيب
أبني أول شيء نحتاج أكل، هذا أول شيء نحتاجه. الأكل بيكون نظامه غريب باللعبة هذه، ما في مزارع ولا الأشياء اللي تعرفونها بالألعاب الثانية. هل نحطه هنا أو هنا؟ يا حطه هنا. أوكي، هذا الأكل لحم، تصير يمديك تسوي لحم، بس يمديك توظف شخص فيه يسوي الأكل. working on. أوكي، خل يشتغلون فيه تلقائي. طيب يعني السلم هذا ما نحتاجه حاليا، صدق لا نحتاجه عشان نحفر المعادن اللي فوق. يا خلونا نكمل السلم. يحتاج لدو السلم. اوكي خلينا نحط له هنا، بعدين تحفر المنطقة هذه. تحفر المنطقة هذه كيف اخليه يطلعون؟ احفر برضو هذه، احفرون هذه وهذه. حلو، هذا بيطيح الغبي، صدقوني راح يطيح لانه غبي. احفر المناطق هذه زين، اجمعوا هذولن. حلو، طيب الاكل 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 المشكلة. طيب الاكل برضو نحتاج اتوقع شيء ثاني اللي هو يا الطاولة حقت الاكل، ونحتاج هذه. انا احط حقت الاكل هنا اللي يطبخون فيه الاكل، نحتاج طاولة الأكل لأنهم ما يقدرون يأكلون إلا بطاولة أكل. فطاولة الأكل خلونا نحطها بين نضبط المنطقة، بين نضبط المنطقة. صدق دقيقة، عندي فكرة، هد اللعب، عندي فكرة حلوة. اللي هي إيش فايز؟ اللي هي ناخذ في هذا نحطه هنا صح، ولا نحطه تحت؟ وتحطه كذا. هذا كنسله، يا بكنسل هذول. كنسل 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 يا مدير، ممكن تكنسل؟ كيف كنسلهن؟ قولي ما يمدي. ممكن تكنسل؟ حلو. طيب ليش حطيت هذه؟ يعني بكون هي طاولة الأكل صح؟ خلينا نجي بيلد وناخذ الفود. طاولة الأكل بتكون هنا مؤقتا، بعدين بنغيرها. طيب هنا نحتاج شخص يشتغل على الاكل يسوي لنا لحم، فنوظف اي شخص. صار عندنا الطباخ هذا، احلى شيء كلهم نفس، يعني ما في واحد الا اللي في العالي ولا لا، كلهم نفس بعض. الاكل شوي مقرف لكن مو مشكله مو مشكله. هل نحتاج موظف هنا برضو؟ نفسين اتوقع، نحتاج واحد. حط اثنين. اوكي طيب، بس هذول اللي راح ياكلون. طيب فكرة الاكل، ياكلون من الاكل هذا اللحم ويسوون يروحون لدورة المياه واذا راح لدورة المياه يطلعون الفضلات، ومن الفضلات يسوون اكل وتدور السالفة زي كذا. طيب جانا واحد جديد. طيب دورة المياه خلونا نحطها مكان بعيد شوي، بعيد شوي. مثل وين فايز؟ والله ما ادري، هل احطها تحت؟ لا، هل نحطها هنا؟ يا حطها مؤقتا هنا، سو هذه. وبعدين ابغاكم تحفرون بصراحة المنطقة هذه، احفروا هذه واحفروا هذه، يا جمعوا المعادن اللي هنا. جمع، اوكي حلو. طيب سوينا دورة المياه، الحين دورة المياه هذه نوظف فيها برضو شخص راح يسوي انتو بكرامة الاشياء اللي انتو خابرين. بعد ما يسويهن يطلعن يروحون يسوونهن يطبخونهن، وبعد ياكلونها وتدور كذا. ليش؟ لانهم في الجحيم ما ياكلون الاشياء هذه فقط لا غير. طيب الشيء الثاني نحتاج درينك. طيب هذا سوينا انكلن صح؟ سنارور ميت. او ماي جاد، في اشياء هنا زحمه. بعدين بس بعدين نشوفها، بعدين مو الحين. طيب الحين خلونا نروح، نحتاج اهم شيء الدرينك. يمديني احطه بجنبه؟ اتوقع يمدي يكسرون هذه ويبنونه بجنبه. اوكي هذا راح ينام. قبل تنام محل النوم، فايز وين تحط محل النوم؟ دقيقة انا قهرني ان هذه ما حطيتها ما كملتها.
خلونا نكملها. اوكي المعادن هنا راح نجي هنا مع طريق ثاني، يعني نحفر من هنا مثلا نجي المعادن اللي مو مشكلة هنا، او مثلا من هنا يعني مثلا ناخذ سلم. هل يمديني اسوي سرير حق نوم؟ 21 معنا، هذه مدينة، لكن هذه ما يمدينا. تج 150 من التعذيب وشت اللي اسمها سيفورينج. اوكي نحتاج 150. طيب حاليا راح تنامون ما في مكان خليهم ينامون فيه، ناموا باي مكان حاليا ما لي شغل، على بال ما نضبط مكانكم. اني بحط سلم هنا، ايوه ابغاكم تحفرون هنا وتنزلون بالسلم لا هنا، وبعدها تجيبون فونديشن تحطونه هنا يا عشان ننزل تحت. ترى هنا في مكان كبير يمدينا نستغله. اورس اورس. طيب ما في موارد، ما علينا ما علينا ما علينا ما علينا. هذا راح هذا ما تكسر، كسر المنطقة هذه حلو، هذا ما عنده شغل. ديني اوظفك هنا صح؟ يا رح نشتغل هنا. حلو كم عندنا؟ عندنا 5، ممتاز. طيب النوم بيكون تحت، خلونا نحط محل النوم عشان ينامون تحت. نوم عادي، عندنا 5 نحط لهم 1 2 3 4 5 هنا بينامون. يا كرتون، كل واحد بينام له بكرتون. اوكي يا كل واحد له كرتون ينام فيه. وهنا برضو 1 وهنا برضو 1. اوكي المفروض كل واحد الحين له مكان صح اتوقع. طيب ضبطنا له مكان للنوم ما علينا. الحين كيف نجيب الاداة حقت السيفرنج هذه، ما اسمها صعب، حقت التعذيب. اوكي عندنا الاكل ممتاز 85 الاكل يا، بس الدرينك عندنا 0. صح نسينا حق الدرينك، الدرينك عندنا 0. ليش 0؟ لانك تحتاج برضو صفاية، خلينا نقول صفاية يا صفاية صفون انتم بكرامة الفضلات حقاتهم، خلينا نحطها هنا وبعدها يسوون منها ماء اللي هو هذا. يا 10 عندنا الزحمة. طيب هل احط انا احط الماء يضبطون هذه؟ بعدين احطه فوق هنا او احطه هنا؟ يا بخليه هنا. طيب هذه نوظف برضو فيها شخص. اوكي حلو، بتصفي الماء الحين اللي هنا اللي يطلع من الاشياء الثانيه ويشربونه. ممتاز 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 ممتاز. هذا الووتر او بعدين يمدينا نطور اشياء اكثر، يصير عندهم ما افضل من اللي كذا احنا مسوي. طيب الحين عنده نوم، عنده كل شيء. الحين نجي للاشياء السفرك او اشياء خلونا نقول التعذيب المهمه. فين هذه صح؟ يا هاي تعطيك 2 مكتوب تحت، تعطيك 2 هاي، تعطيك 2 3 هذه، هذه 3. ما يمدينا نبنيها لان يحتاج 200 شت. ردن اويل ردس. اوكي باث اوف كينج، حمام الملك رماش. طيب ابي نبني 2 هذول، ابي نخلي حق التعذيب مثلا هنا بعيد شوي، نحط 1 هنا ونجيب الثاني اللي هو الباث. ما عندي موارد، احتاج فحم. طيب سهل فحم سهل فسهل. طيب خل واحد يشتغل فيه، ايفا راح تشتغلين هنا. اوكي شوفوا كيف، شوفوا كيف تتعذب. اوه ماي جاد، ويزيد عندنا الرقم. شوف عطتنا 4 4 8. هذا زي البحوث، عندنا زي البحوث يمدينا نفتح منها الاشياء الثانيه. مثلا هنا هذا عشان نفتح يحتاج 200 من الاشياء هذه اللي عندنا حقت التعذيب. فيا زي البحوث اشتغلي، انا اسف بس لكن اشتغلي. طيب نحتاج فحم، عشان نجيب الفحم سهل سهل سهل، نحفر المنطقة هذي، بحفر المنطقة هذي كلها، بس احتاج مكان نحفرهم فيه. احفر هنا وبعدين انزل احفر المنطقة هذي كلها، احفروها. اوكي
بعدها احفر المنطقة هذه، نبغى الموارد الموجودة هنا كلها. اوكي راح ينزلون يحفرون صح؟ اه بس ما يقدرون يرجعون. طيب سهل، نحط لهم سلم. اعطني سلم. اوه ماي جاد يا صوتها قاعدة تتعذب. طيب بدينا نضيف اكثر من وحدة، لكن حاليا نحتاج فحم، فخلوا يجمعون فحم. ممكن تجمعون كلكم. يا اشتغلوا. سلم تمام صح، يمديهم يطلعون معه. اتوقع يمديهم. خلوا يجمعون هذي. اتوقع يمدي. طيب. هذا صوته صار مزعج. بس والله كفو جابت 76 عندنا. طيب الشيء الثاني خلونا نشوف ايش يمدينا برضو نبني. اوكي هذا كم يحتاج؟ 100 يخرب بيتكم. عندنا برضو ديكورات يمدينا نسويهن، لكن حاليا ما راح نهتم بالديكورات. سمبل ميل. في اكل، هذا سمبل ميل يعطيه اكل. كيف الاكل عندنا؟ اوه الاكل عندنا تمام، والدرينك عندنا تمام، يعني وضعنا تمام. كيف وصلت 100؟ هل يمديه يوصلون للسلم ولا لا؟ هذا اللي ودي اشوف. يا يمديه، حلو يعني ما يمدي، مو ما يحتاج انزله لاخر شيء. يا صار عندنا مساحه برضو هنا. صار عندنا فحم كثير. يا عندنا فحم. طيب احفر المنطقه بالله هذه، ابغى الشكل يصير افضل. احفر هذه، يمديك تحفرها، لا تستهبل. صدق لو اضيف واحد هنا. يا هنت رح تشتغل هنا، وبرضو واحد يشتغل هنا عشان يوفرون اكل اكثر. هذا الاكل اللي ياكلونه. او ماي جاد مقرف. طيب عندنا معادن، عندنا اشياء كثيره. برضو في معادن، زحمه معادن. وضعنا تمام. عندنا طيب خلونا نشوف ايش يمدينا نسوي. درينك فود، هل ازود الاكل؟ لا حاليا ما احتاج ازود الاكل. باي كله سلم من شوك. وصلنا 200 لسه. بس يمدينا نسوي الثانيه. يا بسوي هذه. اما الكينج خلنا نضبطه هنا، نحطه هنا. حاليا ما احتاج اوسع المكان، بس خلوا يبنون الحمام الملك. كم عندنا؟ 6 صح؟ وهذول 3 4 ما يحتاج. انه اذا صار احد مثلا وده ينام يجي ينام، الثاني يجي بداله على طول. درينك هير. اوكي. او ماي جاد. طيب يعني اذكر يمديك تغير الاشياء اللي يستخرجونها، لكن وضعه الحين ما علي. طيب خلصنا الحمام حق التعذيب، خلينا نجي هنا نقول زود لنا المهارات الخبرة او نقاط حق التعذيب. الحين باقي شوي نوصل 200. يا 92 96 اذا وصلنا 200 ببني الثانية اللي هذي. ايه نبنيها صح؟ ما اتوقع فايز، ما يتوقع. ليش ما يمديه؟ جولدن ذا سونو طيورات ما يبين كريس. طيب ايش فايدتها هذه؟ بس برضه ما يمديني. قلت تحتاج طاولة كرافتنج او طاولة بحوث. اين طاولة البحوث؟ هذه حقت الاكل. هل في طاولة بحوث فايز؟ ما انتبهت لها. اتوقع فيه بس ما ادري وين بصراحة. يا جانا هذا. طيب وصلنا 358، لكن بصراحة ما ادري وين طاولة البحوث. وفي طاولة بحوث لكن فينها؟ والله ما ادري. يا ريت اللي يعرفها يكتب لي تحت وبس. وان شاء الله اشوفكم عشان الحلقة الجاية نسويها، وان شاء الله اشوفكم في الحلقات الجاية. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا تبون نكمل اللعبة اكتبوا لي تحت.